كده. تيجي نضرب ده كده سوا؟ لا بقول لك ايه، فكك من الكوكا، في حاجه تانية جايه هتعجبك. طب ما نضرب ده وبعد كده نستنى الحاجه الجايه. لا ما هي مش تنفع مع بعض. ليه انت جايب ايه؟ ايواسكا. عارف انك هتضحك. ايواكسا. ما سمعتش عنها قبل كده؟ لا والله. انت سمعت عن ايواكسا دي؟ بقول لك ايه، هتروح مش هترجع. ولما انا ما ارجعش هتعمل ايه هنا؟ اقعد معاهم بقى لوحدي. مبسوط انت يا ودي جايه امتى دي؟ مع صاحبتي في الطريق، جايبه الحاجه وجايه. اه ماشي. عم الايواكسا. انت عارفه الايواكسا دي؟ طبعا. والله العظيم. خبره. يا حبايبي. ما كناش جار ولا اي حاجه تاخد. ايواكسا جت. اتفضل حبيبي. ايواكسا. منى نور شريف ايواسكا. هاي. اقعد يلا. قشطة جدا. حلو المفتاح ده. وبيفتح كل حاجة. هو ده الكلام المظبوط. الوكسه هو في وكسه اكتر من اللي احنا فيها. انا المصايب محاصراني من كل ناحيه، شريف، ساره، هنا. انا حاسه ان الدنيا بتطربق فوق دماغي. مصطفى، ده العقد اللي عايزاك تلقي نظر عليه، قولي رايك فيه. صافي، أنا عايزك تعمل سارة بطريقة أحسن من كده. سارة محتاجة لك دلوقتي أكتر من أي وقت فات. ليه يا مصطفى؟ وأنت شايف إن أنا بعملها وحش؟ أنت شفت بتكلمنا إزاي؟ في الحقيقة أنت طول الوقت بتنتقديها، على طول قاسي عليها، عمرك ما احتويتيها ولا خدتيها في حضنك ولا حاولت تعرفي ايه اللي وصلها للحالة دي ولا ايه اللي مضايقها. حتى امبارح في المستشفى وهي في أسوأ حالتها ما رحمتهاش، ما اهتمتيش تعرفي هي خدت مخدرات ليه ولا هي بتهرب من ايه. صافي، خديها في حضنك، ضميها لصدرك، طمنيها، اقبليها زي ما هي كده. مصطفى، اللي انت بتتكلم عنها تبقى بنتي انا. ليه دلوقتي تتهمني وتقول ان السبب في اللي هي فيه ليه؟ انا عملت لها ايه؟ سارة عارفه اللي كان بينها يا صافي. نعم. اللي سمعتي صار عارفة. انت عرفت السبب؟ سمعتها بتكلم صاحبتها وبتحكي لها. من ساعتها عرفت هي ليه طول عمرها بتعملني وحش وليه بتعندك ومصرة انها تضايقك. مصطفى، اللي كان بينا زمان غلطة ونسيناها. جايز احنا نسيناها، لكن هي عمرها ما هتنسى. الو، مين معايا؟ عسلامة مدموزيل كارما، انا رحمه بالليفي، مديره مكتب الاستاذه خديجه طلال. اهلا اهلا. يا رب خديجه تكون انبسطت في مصر وتمضي لنا بقى على الفند بما ان المشروع عجبها. انا طلبتك خط الاستاذه خديجه مش موجوده، ما لقيناهاش، مختفيه. يعني ايه مختفيه؟ ما راحتش من مصر يا مدموزيل كارما. ازاي الكلام ده؟ دي سابتني وراحت المطار قدامي. كلمت شركة الطيارة اللي هي مروحة فيها، قالوا لي هي أصلا ما ركبتش في الطيارة، والأوتيل قال لي هي عم تتشيك أوت في وقتها العادي. سيتك ما تعرفش عليها حاجة؟ ما عندكش أي معلومات؟
اشتغلي انت بقى دورك. انا رح اختار هذا المشروع من قبل يونسف. عمر طبعا هو سبب ان احنا تعرفنا على بعض. لسه في شغل كتير بينك وبين كارما. انا هوصلك الهوتيل عشان تاخدي شنطتك وبعدين هوصلك بنفسي للمطار. الو مادموزيل كارما، جاوبني عايشك، تسمع فيا؟ الو مادموزيل كارما، الو مازلت معايا؟ الو مادموزيل كارما. كارما خديجة فين يا عمر؟ سكرتيرتها كلمتني وقالت لي مش لاقيينها، مختفية. خديجة ما طلعتش الطيارة، وأنا متأكدة إن أنت ورا الموضوع ده. أنت وصلتها المطار قدامي. خديجة تبقى بنت جابي. لا والله، هو اللي خلاني اعمل كده. كان لازم الاقي حل عشان اخليه يبعد عني. على حسابي؟ انت ازاي تستغلني في حاجه زي دي؟ انا وثقت فيك. ما كانش في حل تاني. عشان اوقف عمليه كركوك، عشان احافظ عن اخويا كمال وعن عيلته، وعشان احمي نفسي من الخسائر اللي كانت بسبب جابي والعيال اللي وراه. تحمي نفسك؟ طب ليه ما قلتليش على الموضوع ده؟ انا كان ممكن اساعدك، بس من الواضح انه في رواسب كتير جواك مخليك مش واثق فيا، صح؟ انت من اول لحظه شفتيني وانت جاي عليا يا كرم، ايه زعلتي لما عرفت ان انا ضحكت عليكي؟ عشان تعرفي كويس انا كنت حاسس بايه لما انت كنت بتيجي عليا وعلى مشاعري. بس الفر ان انا كنت بسامح دايما. دلوقتي انت جايه عشان تحاسبيني؟ واضح ان انا لازم اكون زيك. I'm sorry. معرفش اسامح. أنا آسف يا كارما، ما كنتش أزود أقول الكلام ده كله. أنت قلت كل اللي جواك يا عمر. كارما. كارما.